الاستعمار الفرنسي لموريتانيا في أواسط القرن الثالث عشر الهجري وضعت فرنسا احتلال موريتانيا في استراتيجياتها، ومهدت لذلك بالتغلغل لاحتكار تجارة السمك. قامت فرنسا بعدها بتدخل العسكري المباشر واحتلت موريتانيا سنة 29 و300 ألف للهجرة. بدأت المقاومة ضد المستعمر منذ البداية. تصدى لهم الشيخ بكار ولد سوين إلى أن سقط شهيداً. تولى المقاومة أمير أدرار، وبلغ عدد الهجمات ضد القوات الفرنسية أكثر من 35 و100 هجوم. وازدادت حدة المقاومة بعد مبايعة أحمد الهبة بن ماء العينين أميراً على منطقة السوس. تمكنت فرنسا من تطويق الثورة وتحول القتال إلى حرب استنزاف. وظهرت في موريتانيا أحزاب وطنية تطالب بالاستقلال كحزب الاتحاد التقدمي الموريتاني وحزب الوفاق بزعامة خورما ولد بابانا. توحد الحزبان وتم وضع دستور للبلاد، واستمر النضال السياسي والمسلح إلى أن خيرت فرنسا مستعمراتها بين الاستقلال التام أو التبعية لها. فاختار الموريتانيون الاستقلال وحصلوا عليه سنة 79 و300 ألف.